في امور جديه صارت نهار الخميس 6 رمضان. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. معناتها بريسك توا غدو يوليو تعديو 7 ايام نهار السابع في رمضان. في برشا ومحلاه مسلو مسلو ومحلاه. به قبل ما نمشيو ساعه توا الاخبار. اخبار رمضان مع زين العابدين المستوري. اهلا بكم في نشرة الاخبار. مجموعة من نواب المجلس تعلن نيتها الاستقالة من هذا المجلس بعد أن أعلن محمد الناصر رئيس المجلس أنه فما جلسات باش تصير في المجلس في الليل، حيث قال سفيان توبال رئيس كتلة النداء في المجلس كله إلى أولاد مفيدة. وكذلك في خبر آخر، مواطن يلقى حتفه في حادث سير أليم حيث ارتطم رأسه على القاعة، ولكن كان يمكن إنقاذه، ولكن السيد اللي تعدى قاعد يفرك سيبيلال البيجي باش يتصور معاه في باله بها الكلينيك. في إطار الاستعداد البكالوريا، القبض على سمير بطل سيت كوم دنيا أخرى وهو يعطي دروسا خصوصية في الفيزيك وعلوم الأرض. نشاهد الأستاذ سمير. لك سمير قاري فلوتيت. بعد أن لعبت ليلى بن خليفة الدور في الجزء الأول، ثم لعبته مريم بن شعبان في الجزء الثاني، ثم لعبته ريم بن مسعود في الجزء الثالث، سامي الفيري يؤكد هذا مش دور، هذه فينيات متاع كرهبة تتبدل كل عام. حسن الزرقوني من سيجما كونسي يصرح برنامج دارنا اللي تعدى على قناة حنبعل واللي ما يعرفوا حد هو أكثر برنامج تحصل على نسبة مشاهدة في رمضان، في حين صرحت هالة ذوادي مقدمة البرنامج والمعدة متاعو دارنا ما يتفرجوش في برنامج دارنا، يتفرجوا في ولاد مفيدة. بعد أن أعلن وسيم ميقالو أنه رامز جلال سرق فكرة برنامج رامز تحت الأرض من عنده هو من عند وسيم ميقالو، رامز يرد ويعلنها صراحة، أنا نعرف شكون قتل بالعيد والبراهمي وخليونا رايضين. وأخيرا نذكر ببلاغ وزارة الداخلية، كل مواطن يشوف مواطن آخر يتفرج في قناة حنا باعلي يبتعد عليه ويحاول أنه يبلغ السلطات المعنية، وهي سوف تتعامل معها بفرقة مكافحة الإرهاب. وفي خبر طريف، مواطن طرد ولده من الدار خاطر طلع أبهم من سمير متاع دنيا أخرى. شكرا. سمير الثاني فهمت لولا ما فهمت لولا هو بيته مش فاهم لولا سمير مش فاهم. نمشيو للبلاي وبعد نرجعو لكم. يلا نمشيو نقعدو مودي ديكاس لامور جديده. حاب نقدم تحيه كبيره باش للساده بحلواس وبسير الحمراوي وتلا فامي معروفين وتلا فامي مش لاوي. باي. أبو ظبي حبوا قدموا ديديكاس كريمة غربي سيدة حلواس سامي الحمراوي أمور جدية. أحلى تحية من كلية العلوم القانونية لأمور جدية. أحلى تحية لأمور جدية من جدة البهية. مباشرة من وقت العبيد جينا من عم مسوسة ديديكاس أمور جدية. أحلى تحية لأمور جدية. إن شاء الله رمضانكم مبروك. ديزني لاند باري أمور جدية. أجوريت كيربيس ماشي ليبر. عسلامة أمور جدية، نحن تو من إيطاليا تحديدا ميلانو، نحب نقدموا تحية لإيكيب أمور جدية. عسلامة أمور جدية، معكم فريال وأمين بالدوحة من قطر. نسلموا عليكم برشا ونقولوا لكم رمضانكم مبروك. مرحبا بكم في أمور جدية ديديكاس كيما كريمة غربي صدق حلوات بوسط من كاميرا زيادة. انزل بلاي وسجل فيديو وابعث لنا على 58 0 80.
وتو نمشيو للكويز ان اجا صدق اجا صدق عم توعدني حاجه نكمل نحكي عليه وانت ذوقها في عقلك باهي اوكي فوالا معناتها روح به روح به اوكي هذه خبزة الفيكيا ولا جاتو فرويسيك اذا كان فما حاجه توا مستعد بصراحه واحد يقص عليها الميسيون على خاطرها ونمشي ناكلها هي خبزة الفيكيا حاجه تونسيه متاعنا طايبه بزيت معمول 100% في تونس وفيه زيت فايده كبيره بطبيعه عرفتوني نحكي على زيت الكولزا الويل دو كولزا متاع لوسيو اللي بصراحه ما عادش في حاجه باش نقدموه زيت الكولزا نذكركم وريتكم النبته تذكروا في النهار الاول النبته اللي هذه تتصنع في تونس معناتها الويل دو كولزا هذايا اول مره 100% تونسي زيت صحي حافظ على صحه القلب يعدل الكوليسترول هذا الكل على خاطره غني بالأوميجا 3 من الاخر ما نلقاش خير منه في كوجينتك في المالح والحلو كله تبنوا واستنفعوا معناتها ريحه فاوحه تستحق انك تقص وتخرج تمشي بخبز والله يرحم الله والديك هزا هزا وامشي هزا يرحم الله والديك شيخ علي في الكواليس خاطر فما مشهد مرعب انا ما نحبش نشوفك تاكل في القاتو معناتها بالحق اي يرحم الله والديك شكرا نوفا فما حاجات تعملهم لي نفرح به حبيت نشكرك برشا وحبيت نهنيك برمضان فهمتني مسافر لقيت بيعه فيه زيت الكولزان نجمو طيبوا بيه الملح والحلو واحنا متهنين ما تنساوش باش تدخلوا تشوفوا الباج فيسبوك لسيور تونيزي فيه برشا افكار نتاع روسيت نجم تحضر فيهم لي برودوي بلي برودوي لسيور الكل تنجمو تحضر بهم لي برودوي الكل زيت نوتر وجربناه اكثر من مره يحافظ على البنه هذا الويل دو كولزا فيه الاوميجا 3 بنين على الاخر والمره هذه جربوا في السلطه مشوية خاطر يقارد المطعم معناتها جربته حتى مع كريم قعد كريم وبيض والله بدك الصحه سيد الحلويس ميرسي بوكو ميرسي بوكو هذا معك هذا معك هذا معك ميرسي برافو الربح كل يوم في شهر رمضان مع مرجدية مليون كل يوم وعشرة ملايين كاش من هدية تونيزي بوكينج كي تبعت دبل في على 85-840 وتجاوب على الأسئلة العشرة ملايين يربحها اللي عنده أكثر نقاط الكود اللي موجود توا على الشاشة يربحك ألف نقطة زايدة من هدية تونيزي بوكينج أبعثوا على 85-840 كلنا باش نخطوا على سيد خاطر أمور جدية اللي لو فات نتقابلوا غدوة على خير